دخلت لإسرائيل 5 مرات، كنت أقعد مع ضباط إسرائيليين. رحت هنا بضيع الشريط، التقينا بشخص ضابط اسمه أشرف، قعدنا معه، أعطاني أشرف تليفون إسرائيلي سيتو. كانت الفصائل تتلقى الدعم وتتلقى مدخل الجرحى مقابل أمر مشروط اللي هو تأمين منطقة الجدار الإسرائيلي من أي شخص كان، أنه ممنوع يخترق من الجدار إلا بتنسيق مع السلطات الإسرائيلية. بلشت المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الدعم. كان في دعم بسيط طبي، كان في دعم لباس بسيط، وبعدها أعطونا 30 روسية وشوية ذخيرة، 10 قواذف أربجية، وأعطونا 47 قذيفة أربجية.